هلا وشلونكم؟ بهذا الفيديو اليوم مختلف شوية. اليوم اجينا لستوكبورت. ستوكبورت هي تابعة المانشستر، لانه تعرفون مانشستر هي غريتر مانشستر، فهي ستوكبورت بارت اوف غريتر مانشستر، تابعة لها شلون مثلا اولدم. فجينا اني وطبعا وياي اختي. شوفونا نشابه لو لا. راح نروح ناكل وراح نروح لبرايمرك وشوبينج سنتر، وتعالوا ياي بهذا الفيديو حتى اشوفكم كل ما يتعلق في ستوكبورت. طبعا عندي اختي هذه هي مساعده طبيب اسنان، راح اخلي لكم هنا جوا شوفوها تابعوها على التيك توك. هي مساعده طبيب اسنان ومعروفه ومشهوره في مانشستر، وبالاضافه تعطي فيتامينات مثلا فيتامينات فيتامين سي فيتامين دي، ومثل ما تعرفون انه الفيتامينات هي كلش مهمه للجسم. طبعا حسب الفيتامين اللي انتم تحبوه، اكو فيتامين دي، فيتامين بي 12. اوكي، الفيتامينات هي مجرد غذاء مكمل للجسم، فاحنا كلنا نحتاج فيتامينات كادلت، وايضا هم الفيتامينات مهمه للاطفال. فاللي يحب يتابعني ويشوف صفحتي تقدرون تضيفوني على تيك توك، وراح تشوفون اكثر معلومات حاكي بيها على الاسنان، على شلون واحد ينظف اسنانه، شلون لازم تروح الطبيب الاسنان تشيك اسنانك، وبنفس الوقت على مود الفيتامينات. هلا وشلونكم؟ مثل ما شفتوا انا اليوم اجيت على التاون سنتر اللي بستوكبورت صاير. هو ستوكبورت تاون سنتر، مثل ما ذكرت انه هي ستوكبورت تابعة لمانشستر الكبرى. منطقة ستوكبورت معروفة ببرودة الجو مالتها لان تعتبر بالشمال، بس الشيء المميز ستوكبورت انه تقدرون من عندها تاخذون الطريق السريع الموتروي اللي يوديكم من عنده الى شيفيلد، ليفربول، ليدز او المناطق المجاورة الى ستوكبورت مثل اولدم او اشن اندرلين. هذا تاون سنتر مال ستوكبورت بهواية محلات مثل برايمارك وبي العاب للاطفال، يعني هنا بالسنتر تقدرون تقعدون وتجيبون اولادكم ويلعبون، وبنفس الوقت تتسوقون من عنده. جينا البرايمارك، راح تشوفون داخل البرايمارك. مثل ما تعرفون البرايمارك موجود بكل مدينه في بريطانيا. طبعا هنا موجود ملابس الاطفال من عمر سنه الى تقريبا 8 سنين، موجود للولد وللاطفال وللبنات. ملابس برايمارك دائما تكون رخيصه وحلوه، وخاصه مع الاطفال اقماشها كلش زين، انصح يعني بشرائها من برايمارك. شوفوا هذا مال عمر سنتين الى 3 سنين، حلو كلش. سعره فقط £1.30، يعني تقريبا ب2 يورو. شوفوا اخوك بناطير، كل شيء موجود هنا مال اطفال. طبعا هذا القسم مال اطفال هنا يكون جوا او يكون فوق حسب برايمارك اللي بكل مدينه. شوفوا هذا مال عمر 8 الى 9 سنين، سعره ب8 باوند، يعني تقريبا 9 يورو. شوفوا عندهم هيك فساتين، هذا فستان مال عمر سنه الى سنتين تقريبا ب10 باوند، تقريبا ب11.5 يورو. طبعا حتى عندهم ملابس مال مدارس، شوفوا هذا كلش رخيص، يعني تقدرون تاخذون 2 3. في شغلات مال بيت همين مثل الاثاث، بطانيات وكفر مال البيت. طبعا هذا برايمارك حتى بيه ملابس مال رجال وبسعر رخيص جدا. شوفوا هذا قسم مال نساء، في ملابس، تيشيرتات، بجايم مال نوم، مكياج، كل شيء بهذا القسم. هذا جديد نازل، طبعا اسعارهم كلش حلوه. شوفوا هذه حتى ملابس مال نوم، بس هذن شويه اسعارهن تختلف من واحد للاخ. هذا ب7 باوند. شوفوا هذا مال نوم،
هذا بثمانية باوند يعني تقريبا بعشرة يورو تسعة ونص يورو هيك شيء. شوفوا هذا القسم كله مال ملابس نوم. شوفوا هذا مثل الراب هيك يجي. وطبعا شنو مرحومين ويا هذا، يعني هذا يلبس جوا هذا. هذه هنا ملابس داخلية موجودة. شوفوا عندهم هنا ملابس شتوية همين قماصل وبلوزات. شوف هذا البلوز اللي بالصورة موجود هذه ألوانه كلها، هذول ألوانه. شوفوا هذا قسم الأحذية، هنا عندهم أحذية وترينرز ناصيات آليات كل شيء موجود. هذا قسم الجنط همنا يعني رخيصات 10 باوند يعني تقريبا 11 يورو 12 يورو. شوفوا تشوفون هذا الكار بارك اسمه وارن ستريت مقابل آزدا، تبركون السيارة هنا. طبعا الكار بارك هنا كلش رخيص بهذا المكان، تقريبا الساعة باوند. فتبركون السيارة هنا يمشون لهذا المكان للسنتر شوبينج سنتر اللي بيه كافيهات وبيه مطاعم بيه محلات ملابس كل شيء بهذا الستوك بورد شوبينج سنتر. طبعا نهاية هذا الشارع اكو مثل الريفر نهر من هذيك الجهة صاير، وبصفه ستوك بورد كوليج. ستوك بورد كوليج معروف بكل الاقسام مثل فوتوغرافي ارت ديزاين ميكانيك، اللي يريد يسوي ميكانيك كورس كل شيء موجود بيه. وبي طبعا مع اللغة همينة اللي يريد يدرس انجليش وماتس وباقي الكورسات. هذا كي اف سي هنا موجود، وهذول المحلات هنا. وطبعا هذا ذا رينج مشهور والمعروف بالفرنيتشرز مالته، بي اثاث للبيت بي اشياء للحديقة. وهذا هنا ناندوز، هسه راح ناكل بناندوز. وهسه حاليا اجينا ناندوز راح ناكل وراح اشوفكم الاكل. وهذا الاكل هسه نزلنا، طبعا احنا من محبين ناندوز، اكله يجنن. هذا الدجاج فوق تشيكن، هذا تشيكن بوتي فلاي. هسه اجينا لهذا اللي اسمه دي اف اس، عندهم طبعا عروض دايما، عندهم كراسي طاولات عندهم قنفات. تعالوا شوفوا من الداخل، هو شوية غالي يعني. شوفوا هسه هذا مثلا الطاولة وياها تقريبا واحد اثنين ست كراسي، والطاولة بألف وثلاثمية وتسعة وتسعين. طبعا بي جارنتي ثلاث سنين، وتقدرون تدفعون بالانستالمنت يعني بالاقساط، وما ياخذون اي انترست، ما ياخذون فوائد اذا تدفعون بالاقساط. طبعا دي اف اس مكان معروف ببيع الاثاث، وموجود منه بكل مدينة، وبيضمان من تشترون الشغلة وتقدرون تدفعون شهريا على القطعة اللي تاخذوها. يعني مثلا اشتريتوا هذه الصوفة تقدرون تدفعون شهريا على القطعة، وتقدرون بنفس الوقت تدفعون يعني بالكارد وتاخذوها او بالانستالمنت، وطبعا ما ياخذون اي فائدة. وطبعا اكو هذا البيت همنا اكو مخدات مرايات اضوية. اتمنى استمتعتوا بهذا الفيديو، اشوفكم فيديو اخر. باي باي.